وعن أخبار الطقس والأحوال الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.